بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في الصيف جيلري. حضراتكم عاملين تخفيضات الصيف بنصف السعر 50%. في أشياء صورتها وفي حاجات لسه بيحطوا عليها الورق اللي هو ورق العرض يعني وكده. هنا مثلا ده ما كانش محطوط عليه الورق الأول، ورق العرض. طقم سكاكين مشرشر بيد بلاستيك رخامي اسود 6 حبة ب12 ريال من 24 ريال. ده للفاكهة للمطبخ اهو. في منه اللون الابيض برضو اهو. ب12 من كام؟ من 24 ريال. وده برضو نفس السعر. عاملين بصراحة شوية عرفايع كده، حاجات كويسة يعني. هنا في اطقم شوك 6 حبة مع بعض، طقم شوك ستيل مذهب اهو، من 36 بقى ب18 ريال، تقيل جدا ما شاء الله وفخم. نفس الشكل برضو بس النقشة تختلف، برضو من 36 بقى ب18. نفسي يعملوا على المعالق يعني، يفرحونا بالمعالق. هنا في طقم معالق 6 قطع، حبة يعني 6 حبة، يعني الورقة بتاعته ما هي بس مقطوعة، من 32 بقى ب16 ريال. عايزة تتلزق يعني. الكمالة بتاعتها ايه؟ من 32 اهي بقت ب16 ريال، اللي هو الشكل ده. بصراحة تقيلة جدا يعني. طقم 6 حبة من 32 بقى بكام؟ ب16 ريال. تقيلة والستيل بتاعها كويس. ودي الورقة بتاعتها، ممكن حد قطعها. دي بس اللي عليها عرض من المعالق الشكل ده. وهنا شوك اللي هي على رسمة الفراشة دي، من 49 بقت ب24 ريال. بقى كل دي الشوك دي عليها عرض، من 39 ب19 ريال ونص، اللي هي الكبيرة دي ما شاء الله 36. يعني هتلاقوا ايه، اشكال كتيرة من الشوك عليها عرض. هي دي بس الشكل ده من المعالق اللي عليها عرض، من 32 بقت بكام؟ ب16 ريال. لزقناها لهم على قد ما عرفنا. هنا في لوح خشبي ينفع للتقديم او للتقطيع يعني، ب22 ريال من 44. الشكل ده ب19 ريال ونص، من 39 ريال. بس يا اختك بقى، انا تعبتك يا اختك. هنا من ضمن العروض دول عرض كويس، قمع بلاستيك 3 حبات ملون من 8 ريال بقى ب4 ريال. وهنا قوالب كب كيك سيليكون من 9 ريال بقت ب4 ريال ونص، وفيها 4 حبات. هنا دي مبشرة سمك او مقشرة سمك ستيل اهي، مع صابونة مزيلة للروايح ما شاء الله، من 33 ريال بقت ب16 ريال ونص. صابونة مزيلة للروايح ستيل، وعليها علامة السجلة. هلا
الآن هنا في مباشر مبشرة أكريليك، وجهين بيد ستيل من 39 ب 19 ريال ونص، ودي مبشرة ستيل أربع أوجه وسط من 59 بقت ب 29 ريال ونص. هنا في أربع أوجه برضو من 26 بقت ب 13، مصفى بلاستيك رمادي من 19 بقت ب 9 ريال ونص اللي هي دي. هنا في مصافي ستيل بقى اللي هي السلك دي من 15 بقت ب 7 ريال ونص، من 16 بقت ب 8، الكبيرة من 19 بقت ب 9 ريال ونص. نبوريكم عشان في الحاجات دي بتبقى منسية يعني. مكتوب علامة للزجاج سيليكون، سيليكون ملون من 12 بقت ب 6 ريال. مصفة شاي سيليكون شكل سمكة القرش من 19 بقت بكام؟ اللي هي الشكل ده بقت ب 9 ريال ونص. ودي برضو هي نفسها بس ألوان مختلفة. هنا في برطمانات زجاج من 19 بقت ب 9 ريال ونص، لتر وخمسة وخمسين يعني لتر وخمسة لتر ونص. البطرمان ده من 8 ريال بقى ب 4 ريال، 720 ملي، الغطا بتاعه فراشة. دي برطمانات زجاج تركي من 10 ريال بقت ب 5 ريال. هنا في برضو مبشرة من 19 ريال بقت ب 9 ريال ونص. في شكل تاني من المباشر، المبشرة دي احنا قلناها من 24 ريال بقت ب 12، والشكل من المباشر ده من 24 بقت ب 12 برضو. خلاص دي جولة بسيطة كده كانت في قسم الرفايع يعني. برضو نقول على الفتحات دي بتبقى مهمة برضو في المطبخ، فتحة ستيل من 32 بقت ب 16 ريال. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.